أنا استغربت من بعض الأشخاص اللي بيقولوا هو ممكن يكون مع الحذر، اللي بالحذر بنعرف إنه قد ايه فتك بالاقتصاد وقد ايه أثر صحيح. على نفسيات الناس. اليوم التعافي المرجو هو ليس فقط صحيا ووبائيا، اليوم مطلوب إنه نتعافى حتى اقتصاديا واجتماعيا صحيح. ومعيشيا. اليوم بقول لك خزينة الدولة بتخسر باليوم اللي لما كان حظر شامل بتخسر تقريباً 25 مليون دينار صحيح. والاقتصاد الأردني تقريباً بيخسر أكثر من 100 مليون دينار، فهي كارثة. كان الوضع الاقتصاد صحيح. الأردني جداً صعب ومدمر قبل الكورونا صحيح. فما بالك بالكورونا. إحنا حالياً إحنا مش قادرين نتعافى، لسه مش قادرين نصحى من صدمة صحيح. كورونا، فلسه مش متحملين إحنا حظر جديد. وتعقيباً على موضوع اللي هم مطلعين شهادات مزورة وما الطعام، ولسه دعا وزير الصحة فراس الهواري الاثنين كلا من أصدر شهادة مطعوم متعلقة بجرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهو غير حاصل على المطعوم إلى مراجعة مركز الوزارة. الهواري قال أن الوضع الوبائي شهد الأسبوع الماضي انخفاضا متدرجا مستمرا على حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وطبعا هذا الانخفاض لأنه وصلنا لذروة إحنا الموجة الثالثة الأسبوع الماضي، بس طبعا إذا ما التزمنا صح رح نرجع يصير في زيادة بالإصابات، لأنه إحنا زي ما عم نشوف في متحور. يعني إحنا حتى المناعة المجتمعية اللي أخذناها من الكورونا الموجة الأولى والثانية خلص، يعني هي خلصت مدتها، خلصت ولازم بالزبط. هلأ نجدد المطاعيم. طبعا زي ما صرح هو الهواري إنه أي شخص تلقى المطعوم الأول والثاني ومضى عليه 3 أشهر أو أكثر، طبعا ستة بقدر 6 أشهر 3 أشهر هلا حاليا صار إناس يعني خلص إذا مضى بس 3 أشهر أو أكثر طبعا بتقدر أنت تروح تلقى المطعوم الجرعة الثالثة بالضبط. خلينا نطلع هلا فاصل، نطلع فاصل أو هيك نحكي شوي هيك إشي يعني هيك أنا بدي أوجه اليوم أحكي كلمة تفضلي إناس بخصوص الحظر والإجراءات. اليوم بنلاقي فيه تخبط بالقرارات اللي صح. عم بتصير. اليوم إحنا شهدنا بالصيف حفلة مهرجان جرش وبعض الحفلات اللي صارت بالأوتيلات، حفلة عمرو دياب، حفلة تامر حسني. أنا مع عودة الحياة، أنا أكتر وحدة بحب الحياة وبحب صح. الفرح وبحب إنه ننبسط، لكن ما كان في إجراءات سليمة. اليوم سمحت بهاي الحفلات تصير، لكن أنا منعت حفلات التخرج اللي صارت بالجامعات صحيح. فكأنه الكورونا رح ينتشر بحفلات التخرج وما رح ينتشر بحفلات اللي صارت بالمهرجانات صحيح. اليوم منلاقي لغاية اليوم عم نشوف مطاعم عم تعمل حفلات ودي جي ورأس وبكون ما في تباعد، ولكن هلأ في قرار بآخر السنة ليلة رأس السنة ممنوع إنه الأوتيلات أو الحفلات أو حتى الاحتفال بالكريسماس. اليوم في بتلاقي في تناقض صحيح. اليوم لازم تكون الإجراءات مشددة على الجميع صحيح. ما بصير اني انا استثني جهة وجهة اخرى انه اسمح لها. فيا رب الله يشافينا ويعافينا، امين يا رب، ويبعد عنا هذا الوباء ونخلص منه ان شاء الله أكيد. يعني بأسرع وقت، لانه احنا لنا تقريبا سنة ونص رح نصير احنا كمان شوي سنتين حتى سنتين والله يا فيعني يعني خلص زي ما حكت إناس احنا تعبنا وخلص لسه ما تعافينا وما صحينا من هذا المرض. على كل الاحوال خلينا نطلع شوي هيك عن المود وما رح نطلع فاصل، رح نطلع مع آلاء عقرباوي وفقرة الابراج، خليها هيك تنشطنا وترجع لنا الحيوية. يسعد صباحك آلاء. صباحكم يا رب حبيبتي آلاء. اليوم انت يعني احنا دائما بنتحجج بالشتاء انه الشتاء فصل الشتاء انه بدنا ناكل الاشياء الزاكية الاشياء اللي بتدفي. اليوم انت موضوعك عن الحمية، اليوم بدك تعطينا هيك انه ما في حجج لكل بر صحيح. بالضبط، وقعدة الشتاء بتخلي الواحد من الزهق انه يضل ياكل الاكل طويل صحيح. الشتاء بخلينا ناكل اكثر بالزبط. شو رايك اذا رجع الحظر الشامل؟ أوش. يعني رح يزيد الاكل زياده، فانت شو رح تكون رده فعلك بحال سمعتي بهذا القرار؟ انا اعطي نصيحه ولا انا شو بدي اقول؟ لا شو بصير فيكي؟ انا نصايح اعطينا رايك. اعطيها طبخ، انا بصير وجباتي بدل ما هي 7 بصير 14 صح. الحظر كنا ناكل فيه زياده عن اللزوم كتير. بس بتعرفي شغلة واحدة كانت فائدة الحظر، إنها شوي عدلت بعض السلوكيات صحيح. يعني خلتنا شوي نجتمع مع العيلة أكتر، ننتبه أكتر، يكون عنا انتماء. حتى اللي كنا منحب نطلع كل يوم كل يوم وطلعات، حتى بعد ما راحت الكورونا صار عنا شوي تهذيب بهذا الموضوع، صار في ترابط أسري كمان أكتر يعني. فكان إلها شوية فائدة، بس الباقي لا يعني الباقي لا على الموضوع الرجيم والدايت والقصص هاي. طب تفضلي على احكي لنا. نور مرحبني أصدقائي من جديد. اليوم يا أصدقائي فقرة الأبراج بدنا نحكي إنه كل برج إيش ممكن يعمل، حمية غذائية، دايت، رجيم، يأكل كتير ما يأكلش حسب
برجه. هلا في من في ناس بتقول شو دخل الابراج بالنصاحه ولا بالضعف ولا مش عارف ايش، يعني كل واحد وبرجه. في ناس مثلا تكون كلهم نفس البرج، شيء ناصح شيء ضعيف، معكم حق. بس هي دراسه بشكل عام، انعملت دراسه عالميه، انعملت بشكل عام على الاشخاص الاكثر بياكلوا والاكثر سمنه او عندهم سمنه مثلا مفرطه. مين هم؟ هم الابراج المائيه، الابراج الهاديه الرايقه اللي مش كثير بتتحرك. سبب قله حركتها بتخلي وزنها يزيد. الابراج المائيه بتحب الاكل كثير، بتحب تطبخ. فهاي هي مثلا الدراسه اللي ممكن تنعمل. مثلا الابراج الترابيه نفس الشيء، بس هم الابراج الهوائيه والناريه على الاغلب بكونوا مش كثير بموضوع الاكل، حتى لو اكلوا بيحرقوا قد ما هم بتحركوا. فهذا هو اللي شوي له دخل بالابراج. اليوم بدنا نعرف حسب برجك ايش هو الرياضه ممكن تعملها او الحميه الغذائيه لشخصيتك. برج الحمل سواء امراه او رجل يمارسوا الرياضه، تحديدا السباحه كثير بتناسبكم لحتى تنحفوا. أو في ناس بدهاش تنحب تشد جسمها، في رياضة السباحة كتير ممتازة. ابعدوا عن الضغط النفسي. الضغط النفسي هو اللي بيخلي عندكم إفراط في تناول الطعام أو الأطعمة حتى فيها سكريات، لأنه أنتوا أبراج كمان ما عندكم صبر كتير للأشياء، فبتروحوا بتعملوا لحالكم دايت قاسي. هذا كتير غلط. بالرواء، كل شيء بالرواء بصير، رح ينزل الوزن بس شوي شوي، خلينا نروق. برج الثور، برج الثور عندهم فرط في الاكل اصلا، هم ناس بتحب الاكل. بتقول لك انا حدا كثير بحب الاكل، بحب الطبخ. برج الثور تحديدا الاشياء الدسمه بحبوها برضو كثير، بحبوا الاشياء اللي فيها دهن، فيها ليه، فيها زيوت. هاي الاشياء كثير بحبوها برج الثور، فهاي هي بتعملهم سمنه. لهيك المشي ممتاز، المشي كل يوم ساعة ممتاز كتير لجسمكم، كتير بخفف على فكرة من الوزن، لأنه المشي بيحرق كل سعرات الحرارية بكل الجسم بشكل عام، تحديدا منطقة البطن، الفخاد، يعني لأنك أنت بتتحرك طول ما أنت ماشي. فهذا إشي كتير منيح إليك يا برج الثور. واشرب مية كتير كمان، وخفف من الدهون والدسم. معنى ذاك والله ما له الدسم واللية وهاي الأشياء. أنا هالصبح والله جعت جوزاء، مش عارف انا بنصحكم علي ولا انصح حالي. الجزاء بحبوا الاكل المعلب او الاكل جاهز، السناكات الاشياء السريعه كثير بحبوا هاي القصص. بدهم وجبات واشياء ياكلوها بدون ما تاخذ معهم وقت طويل، هم يصنعوا فيها، يعني هم يطبخوها. لهيك بزيد وزنهم كثير برج الجوزاء. انا بدي اقول لكم انه كثروا من الخضار والفواكه افيد لكم، احسن لكم من ماكدونالدز. لا ما له ماكدونالدز زاكي وبيتزا هات هدول والاشياء السريعه والمعلبات واندومي. فخلينا على الفواكه والخضار شوي، يعني على الاقل بالاسبوع مره. السرطان بيعشقوا، برج السرطان بيعشقوا الاشياء اللي فيها سكريات ونشويات، كثير زاكيه الاشياء فيها سكر ونشويات، احنا بنحبها. انا بحكي انه استبدلوا الحلويات مثلا بالفواكه، لانه الفواكه فيها نسبه سكريات. لما تحس جسمك انه عن جد بدك سكر مشتهي فعليا بكون في عندك نقص بجسمك من السكر. فبتقدر تستبدل الشوكليت والقصص هاي واشياء مليانه قطر وهيك بالفواكه او العصير الفريش، انك انت تعمله في البيت، ما تامن بالعصير اللي برا. هالأشياء كتير منيحة لك يا السرطان، بما أنك مائي فدير بالك إنه يعني ممكن تنصح كتير. الأسد بيقدروا يعملوا رجيم بسرعة وبسهولة، إذا حطوا شغلة في راسهم أصلا برج الأسد فورا بنفذوها. لهيك بتلاقيهم بصيروا يمتنعوا ويعملوا رجيم قاسي بحق حالهم، يمتنعوا تماما عن الأكل وبيعملوا نظام غذائي كتير رائع. أحيانا يعني بكونوا ماشيين عليه بحذافيره وبمشوا بيعملوا رياضة، يعني خلص مدام هم حطوا حالهم بمكان أنا بدي أنزل وزني بنزلوا وزنهم. فأنا كونوا كلياتكم زي برج الأسد، كتير شاطر برج الأسد. شوف العذراء، العذراء أصلاً هم منظمين بكل إشي، فما بالكم عند وجبات الأكل أو كيف النظام الغذائي تبعهم اليومي. لهيك وزنهم دائماً بتحسوه هم أبراج مثالية، وزنهم مثالي او شكله مثالي لجسمهم، لانهم بياكلوا الاشياء المغذيه مثل الخضره والفواكه، الاشياء اللي فيها فيتامين. ليش بس اوصل عند العذراء بصير اكح؟ ما بعرف.
وكمان بياكلوا اللحوم باعتدال لانهم عارفين انه لازم يستفيدوا كمان برضه من البروتين الموجود باللحوم، فنظامهم الغذائي وحميتهم الغذائيه كثير رائعه. شوف الميزان كمان اليوم حروفي كلها ضاربه مع البرد. برج الميزان بخففوا، اذا خففوا من التوتر بخففوا من الاكل. في ناس على فكرة على الزعل على الحزن على التوتر بزيد نسبة الطعام عندهم في اليوم، فانتوا حاولوا خففوا من التوتر عشان ما تاكلوا كتير، خليكم مبسوطين شوي منه بتنبسطوا منه ما بتنصحوش، يعني بتستفيدوا على الجهتين لأنكم بس تتوتروا بتاكلوا كتير. هلأ هم أهم إشي يلتزموا بالرياضة بهذا الوقت. مثلا أنا حسيت حالي زدت بكمية الأكل وأنا بوقت أنا متضايق، طيب بلعب رياضة منها بخفف وزن ومنها بطلع من حالة التوتر والشعور السلبي والطاقة السلبية بطلعها كلياتها مني، بس أنا أمارس هاي الرياضة. هم كتير حدا بحبوا النشويات، المكرونة والأرز والقصص هاي كتير بحبوا النشويات، وهاي الأشياء كمان بترفع من زيادة الوزن. نبعد عنها شوي، حاسة حالي أخصائية تغذية اليوم. أنا برج العقرب، مارسوا تمارين اللياقة واليوغا يا عقرب، مارسوها هاي الأشياء بتساعد كتير بتخفيف الوزن، لأن كنتوا رايقين بدكم أشياء رائعة، بدكم أشياء فيها كتير هيك ضجة وحركة. خففوا من الأكلات اللي بنص الليل، اللي بنصحى بالليل نقعد ندور على كل نعمل صفر الساعة 3 الفجر، هذه الوجبة الوحدة كفيلة بأنها تعمل وزن زائد. أو أحياناً في منهم مثلاً بيشتغلوا طول النهار بيأكلوا وجبة واحدة بس يروحوا، هاي الوجبة هي الدمار الشامل بالنسبة لإلكم اللي بتعمل بطن وكرش وأشياء أخرى. إحنا يعني نحاول نوزع وجباتنا تكون نظامية ومغذية يا برج العقرب، وما نأكل بنص الليل. مشكلة أنا بنصح بإشي أنا ما بقدر أعمله صراحة، أنا بالليل كتير بحب الأكل، أنا بصحى بنص الليل عشان أكل أرجع أنام. فحص عمل بدكم إياه. شوف القوس، برج القوس برضو ابعدوا عن الوجبات السريعة والسهلة، برج القوس بيعشق الأشياء اللي فيها إشي زاكي وجديد وسهل وسريع. كل السلطات والأكلات الخفيفة الصحية أفيد لكم، والعصير الفريش كتير مهم أفيد لكم من الكاندي والبونبون وهاي تبعت الأطفال. اعملوا رياضة الماراثون كتير بتساعدكم على فكرة على تخفيف الوزن وبتخلي عندكم لياقة زي دايما. الجدي، كل اللحوم البيضاء الخالية من الدسم، اللحوم البيضاء على فكرة كتير ممتازة، اعملوا سيرش على جوجل دوروا عليها شوفوا شو هي اللحوم البيضاء، يعني وعلى الأغلب بدها تكون سمك يعني. وما تحلوا فورا بعد الأكل، جدي بحب يحلي فورا بعد الأكل، وكمان بحب مثلا القهوة النسكافيه العصير الشاي اللي مش عارف شو كلياته سكر سكر سكر. لا خلينا نخفف، يعني القهوة زاكي سادة على فكرة كتير، الشاي بدون سكر جربوه والله إنه كتير زاكي، حطوا عليه قرشة هيل عصرة ليمونة كتير زاكي. هاي الأشياء منخفف من حالنا شوي، ما منحس حالنا غصبنا حالنا على الرجيم، بس منخفف عشان الوزن ينزل. واعملوا رياضة تساعد على رشاقتكم أكثر يوميا وعشان الصحة، لأنه الوزن دائما الزايد بعمل تعب على الرجلين وعلى الركب، وميت قصة أنتوا بغنى عنها. برج الدلو، أنا حاسة عادي عم بحكي مع كل الناس اللي بحكي معهم كأنهم كلهم ناصحين وأنا ببهدل مش عارفة مش هيك يعني. هلأ على فكرة اللي بحكي فيه مناسب الطرفين، مش شرط الناس عندها وزن زائد أو الناس ضعيفة، هذا الحكي للجهتين عشان يضل عندنا رشاقة وصحتنا تمام. لأنه أحيانا أنا ضعيفة مثلا بأكل أشياء فيها كتير كوليسترول ودهون ودسم مش عارف شو، سمح الله ممكن يصير عندي إشي على القلب، مش شرط بس أنصح، لا يمكن يصير عندي إشي وأموت. فهو يعني صحيا برج الدلو. خلينا نكمل خلاص. حاولوا تاكلوا الاكل المسلوق او المشوي اكثر، خففوا من الاشياء المقليه. يا بيب برج الدلو اغلبهم كثير بحب الاشياء كلها قلي، كبه مقليه، دجاج مقلي، مش عارف شو، جبنه مقليه، كل شيء بقلوه، كل هيك بحبوا القلي. والحلويات المشربه قطر، هاي اللي بتكون اوف يعني بسقسقه، ايوه بسقسقه قطر لهون بوصه بياكل. كلوا ببطء برضه، ممكن انه خفف وزن عشان تنزل الوجبه تصير تستوعب المعده انها هي شبعت واخذت كل راحتها، ما ناكل ورا بعض ورا بعض، ويوصل كمان اشارات للدماغ انه خلص انت شبعت واخذت كفايتك من الاكل. واخيرا برج الحوت،
اخ يا حوت، ما بقدروا يمنعوا حالهم عن الحلويات، بموتوا. الدلو والحوت اكثر برجين بحبوا كثير الحلويات، وبحبوا البزر كمان والمكسرات والقصص هاي، كثير بحبوهم. كلوا، معلش ما بنمنع حدا عن الاشياء، كلوا بس بكميات معقوله. يعني اذا انا باكل نص كيلو كنافه بنخليها ربع وقيه عادي، برضه نفسها الكنافه نفسها، بس انه الكميه خفت يعني معانا، بنخفف من هاي الاشياء، بنكون كميات اقل. لازم تمارسوا التمارين الرياضيه يوميا، تحديدا بعد ما اكلت الحلو، حتى لو نص ساعه بنروح بنحرق الاشياء اللي اكلناها على الاقل عشان ما تضل فات واشياء بجسمنا. واشربوا مي كثير، اشربوا مي كثير، كلياتنا لازم نشرب مي كثير على فكره. فبالنهايه جسمنا حلو، شكلنا حلو، روحنا حلوة، احنا بنحب حالنا زي ما احنا، عملنا دايت ما عملناش دايت، مين شايفنا؟ إذا بدنا نعمل دايت نعمل عشان حالنا عشان صحتنا وبس، ما بهمنا غيرنا كيف يشوفنا. بس أنا دائما بهتم وبقول عن موضوع الرياضة، كتير الرياضة إشي حلو للجسم، مش شرط بس عشان إنه أنحف ولا أنصح ولا لا، بس بتعطينا طاقة إيجابية، بتنفس عنك الأشياء اللي مضايقتك، بتخلي عن جد حياتك كلها حلوة. مارسوا الرياضة بشكل يومي مع برنامج يومي بيوم، بكون عندنا كوتش الصبح. هيك بكون خلصنا فقرة الأبراج لليوم، بشكركم الحلقة الجاي، إلى اللقاء يا أصدقاء. يعطيك العافية يا أصدقاء. يعني لولا الجملة اللي ختمتي فيها كنت رح أزعل منك. داخلين على شتاء والجو كتير شو اسمه